أخيرا يسأل فضيلة الشيخ ويقول في سؤاله: ما الفرق بين الوضوء والاستنجاء، وهل هناك ما يسمى بتجديد الوضوء؟ نعم، الاستنجاء أصل القبول أو الدبر على أثر الخارج، أصل القبول أو الدبر على أثر الخارج لإزالة الأثر النجس، هذا هو الاستنجاء. أما الوضوء فهو غسل فروض الوضوء المعروفة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، و مسح الرأس وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا هو الوضوء. وأما الوضوء تجديد الوضوء فيستحب لمن توضأ وضوءا وصلى فيه ثم أراد أن يصلي ثانية، استحب له أن يجدده، كما لو صلى الظهر بالوضوء ثم جاء وقت العصر وهو باق على الوضوء ولم ينتقل وضوءه، فيجوز له أن يصلي العصر بوضوء الظهر أو أكثر من فرض، ولكن كونه يجدد الوضوء بالصلاة الأخرى أفضل. نعم.